السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اخبار جيده واخبار كويسه، الحمد لله سلبيه المسحه الثانيه لفيروس كورونا، وان شاء الله باذن الله الاستعداد الاقوى والاستعداد الجيد لمباراته الهامه في بطوله افريقيا. طبعا الكابتن اسلام محمد طبعا محضر لنا كذا حاجه كده ان شاء الله باذن الله، هنتصلوا بيه كمان برهه دقائق. طبعا منتظرين اخبار جيده لنادي الاهلي وكواليس واخر المستجدات للنادي الاهلي. طبعا تاكد بالفعل اصابه اللاعب طارق حمدي ومحمود علاء بفيروس كورونا المستجد، ان شاء الله باذن الله يؤمننا بالسلامه باذن الله، ويا ريت الاحتياطات الواجبه والاحترازات الوقائيه طبعا للاعبينا الناشئين وجميع لاعبي الدوري الممتاز. طبعا في البدايه بحب ارحب في الفقره الاولى معي ضيفين كريمين، الكابتن محمد بيبو المدير الفني لنادي الزرقاء مواليد 2005. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا بك كابتن. مبروك يا كابتن. الحمد لله رب العالمين. نورنا كابتن. نورك يا كابتن. ومعايا الكابتن صلاح عاطف المدير الفني لفريق 2003 بنادي حدائق حلوان. اهلا وسهلا كابتن صلاح. اهلا بك. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا في البدايه عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا هبدا بها هذه الفقره. طبعا دوري منطقه القاهره لمسابقات الناشئين معظم الفرق بتنسحب وبتعتذر عن بقية المسابقات وبقية الجداول، طبعا اعتذارات كثيرة طبعا منها عدة أندية طبعا، والسبب الرئيسي سيارة الإسعاف. قبل ما نخش في هذه النقطة المهمة طبعا معنا الكابتن إسلام محمد مراسلنا من النادي الأهلي المصري. أهلا وسهلا كابتن إسلام. كابتن احمد مساء الفل على حضرتك، تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوف حضرتك الكرام وتحياتي لكل الكاست بتاع قناه الصحه والجمال. حبيبي كابتن اسلام. كابتن اسلام عايز بقى اعرف اخر المستجدات لبعثه النادي الاهلي واخر الاخبار. مبدئيا كده كابتن احمد بس تسمح لي في البدايه اقول لكل المصابين سواء من اخواتنا الزملكاويه سواء الاهلاويه ان شاء الله بالشفاء العاجل ان شاء الله. الفيروس اللعين ده وزي ما حضرتك قلت كده لابد ان احنا ناخد اجراءاتنا الاحترازيه كامله. طبعا احنا بننافس بعض جوه الملعب انما خارج الملعب احنا اخوات وحبايب واصحاب وكل أكيد. حاجه فان شاء الله باذن الله سواء الثلاثي السوليه قفشه رام ربيع ان شاء الله يقوموا بالسلامه، وطبعا الثنائي اللي انا ذكرتهم مع حضرتك قبل ما حضرتك تطلع على الهواء الكابتن طارق حامد والكابتن محمود علاء برضو ان شاء الله باذن الله يقوموا بالسلامه ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله نلاقي مباراه القمه في ميعادها، اتمنى ان هي ما تاجلش. يعني هو من المحتمل والاكيد طبعا تاجيلها، ولكن احنا طبعا في انتظار القرار النهائي. كابتن اسلام كلمني عن اخبار ومستجدات وكواليس النادي الاهلي. تمام يا كابتن احمد، هو بالنسبه لاخبار النادي الاهلي من النيجر النهارده زي ما قلت لحضرتك النهارده كان في مسحه اتعملت امبارح، طبعا الحمد لله المسحه كلها طلعت سلبيه النهارده نتيجتها. الحمد لله الفريق جاهز، الفريق ماشي في المعسكر هناك بصوره جيده جدا، الفريق مش رايح ان هو مثلا يعمل مباراه تعادل او يجي باقل الخسائر، لا الفريق كله مركز. هي بس حته موضوع الملعب ده ان الملعب شويه عالي جدا، مش يعني مش ملعب مثلا اللي هو تعرف تلعب كوره على الارض وكده، فاللعيبه كلها مركزه. النهارده المران كان على مستوى عالي جدا، الفريق اتمرن على في نفس موعد المباراة اللي هو ان شاء الله الرابعة عصرا بكرة، ومن خلال حضرتك ان شاء الله يعني تسمح لي اقول لحضرتك ان المباراة منقولة، تسمح لي اقول اسم القناة فيها مشكلة. المباراة منقولة ان شاء الله في الرابعة عصرا بكرة على قناة النادي الاهلي. تمام. ده حصري. تمام. وانا عايز اطمنك بس واطمن كل جمهور الاهلي، البعثه كلها تمام هناك، الاقامه فندق الاقامه، السفير المصري بالنيجر عامل شغل هايل جدا مع الفريق من اول ما راح لغايه دلوقتي. وطبعا عايز اقول لحضرتك ان الفريق هيلعب بكره وهيغادر ان شاء الله باذن الله بعد المباراه فورا.
ان شاء الله. طيب في اصابات ولا في اي حاجه بالنسبه للفريق غير طبعا الاصابه بالفيروس الكورونا؟ معلش ممكن بس في تعيد السؤال تاني يا في كابتن؟ اي اصابات او سلبيات تعوق الفريق في مباراه الغد؟ لا هو كابتن احمد، هو زي ما قلت لحضرتك ان بالنسبه للاصابات النهارده الحمد لله، الحمد لله يعني النتيجه طلعت سلبيه، ما فيش اي لاعب مصاب من النادي لا الاهلي غير الكورونا، باستثناء غير الكورونا كابتن اسلام في اي حاجه؟ غير الكورونا. لا هو زي ما قلت لحضرتك ان الفريق كله جاهز، الفريق كله النهارده التمرين كان على ما يرام الحمد لله، حتى اللعيبه خايفه على بعضها جدا، اللعيبه على قد ما بتقدر يا كابتن احمد ان هي تحافظ على بعضها، مش محتاجين ان احنا حد يقع مننا تاني او يتصاب او الكلام ده كله، فاللعيبه على قد ما بتقدر ان هي بتحافظ على بعضها، وزي ما قلت لحضرتك بس هي العقبه الوحيده هو الملعب، وباذن الله ان شاء الله اللعيبه كلها تكون رجاله بكره وتقدر تتغلب على الملعب إن باذن شاء الله. الله كابتن إسلام، شكرا جزيلا كابتن إسلام محمد مراسلنا من النادي الأهلي. طبعا طبعا كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وتغطيها عقبة هذه المباراة. كابتن محمد بيو كلمنا عن قطاع الناشئين بنادي الزرق وبالأخص مواليد 2005 اللي أنت ماسك كمدير فني 2005. الحمد لله رب العالمين، تم طبعا الاستقرار على التشكيل الأساسي. تمام. عندنا جاهزيه الحمد لله للبطوله، عندنا طبعا الماتشات الوديه اللي خرجنا منها بشكل كويس الحمد لله، ما فيش اصابات عندنا في اللعيبه، اللعيبه كلها مستعده طبعا للبطوله بشكل جيد جدا. عندنا ثوابت الحمد لله في اللعيبه، اللعيبه بدات تنفذ الشغل الفني اللي احنا يعني اشتغلنا معاهم من الفتره اللي عدت. يمكن اللعيبه الحمد لله رجع بمستوى كويس جدا، ان شاء الله نعمل مستوى كويس جدا السنه دي ان شاء الله. قطاع الناشئين طبعا عندنا مدربين كويسين جدا، عندنا مدرب الحراس طبعا الكابتن حسام علي، مجهزينه طبعا الحارسين بشكل عالي جدا. ان شاء الله عندنا اللعيبه كلها راجعه مؤهلين نفسيا كويس جدا للبطوله، والدوري ان شاء الله باذن الله نعمل مركز ان شاء الله نحقق نتيجه كويسه السنه دي ان شاء الله. كابتن صلاح، بالنسبه لقطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان والمشرف عليه الكابتن رضا الراعي، كلمني كده عن فريق ال 2001 واخر الاستعدادات للمباراه والمباراه القادمه غدا لنادي حدائق حلوان مع نادي شمال كهرباء او كهرباء شمال القاهره، كلمني اخر استعدادات هذا الفريق. الفريق وصلنا لقوام كويس، قوام محترم. عملنا ماتش كويس لكن ما قدر الله وما شاء. طب جاهزيه الفريق بتاع غدا اللي هو مواليد 99، اول مباراه ليه ولا اول مباراه؟ اول مباراه. لا جاهز الحمد لله، فريق محترم وفي كام لاعب متصاعد من 2001 و2003 للمحاضره اللي فوق لل 99 مميزين جدا وخامات مبشره ان شاء الله باذن الله وحاجه كويسه جدا ان شاء الله. كابتن محمد كده عايز ابرز اسماء اللاعبين المتواجدين في هذا الفريق. عندنا الحمد لله عندنا اكتر من لعيب، يمكن النتيجه جت الحمد لله معهم كبيره جدا بعد فتره الاعداد. تمام. ظهرنا طبعا من خلال الماتشات الوديه قدرنا نستقر على المستوى كويس بنسبه 80% الحمد لله رب العالمين. عندنا صالح محمد في خط الظهر واحمد محمد مساك. تمام. عندنا طبعا في الديفندرين طبعا مؤمن سليمان لاعب مميز جدا. تمام. يوسف جمعه فيرو كويس، عندنا محمد تامر. عندنا الحمد لله يمكن اللعيبه بدا في انسجام اكتر في الماتشات الوديه، اللعيبه بدات تحفظ طبعا خطط كتير، بداوا يحفظوا اماكن بعض في كلا الحالات. الماتشات بتبدا تعرفك اخطاء اللعيبه يا كابتن احمد. تمام. قدرنا طبعا من خلالها الاخطاء اللي بنشوفها في الماتشات الوديه عالجناها طبعا الحمد لله رب العالمين، عشان كده اللعيبه ظهرت بشكل كويس الفتره الاخيره. عندنا طبعا وائل سلامه الباك ليفت لعيب مميز جدا. تمام. عندنا فتحي، عندنا عزب محمد علام في خط الظهر مساك كويس، بس عندنا الافضل طبعا عندنا احمد. احمد ده مساك هايل، مساك كويس، بيلعب بعقله، عارف بيشتغل من تحت ازاي، يبدا الهجمه، فده امور طبعا مختلفه بين اللعيبه. يمكن الفتره اللي فاتت قدرنا طبعا نصلح بعض الاخطاء، لكن هو عنده يعني عنده التركيز الذهني عالي جدا، بيبدا يشتغل باستلامه تحت كره، السيطره، الكنترول على الكره كويس. تمام. عارف بيبدا ينفذ الهجمه، لما يعمل المرتده بيعملها امتى، الكره بتطلع من رجله طبعا، اللي عارف ان دي هجمه هتفيد الفرقه، انها ما تكونش ترد علينا طبعا بسلبيه طبعا، لان الفرقه بتبقى في حاله
انت بتبقى في حاله هجوم، لما كره تتفقد منك لازم اللعيبه تبقى عارفه بتتحرك ازاي. تمام. في ترحيل الملعب. تمام. كابتن صلاح كلمني كده عن ابرز اللاعبين الموجودين داخل قطاع النادي حدائق حلوان. في لاعب بسم الله ما شاء الله جامد جدا باك رايت محمد مكرم، حاجه عاليه يعني ان شاء الله باذن الله خامه مبشره بالخير. في سرد باك حماده حاجه كويسه جدا جدا، 2002 بيلعب، 2001 بيلعب، 99 بيلعب فريست. في ديفندر احمد كويس جدا، خامه كويسه جدا ان شاء الله باذن الله. في مجموعه مميزه كويسه جدا هيلعبوا فريست الموسم ده ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا عايز انوه عن منطقه القاهره لكره القدم، منطقه اكبر منطقه تنظم مسابقات الناشئين، وهي تعتبر المنطقه الاهم طبعا بالرغم وجود يعني كوكبه من المديرين التنفيذيين بها، وطبعا شغالين على قدر عالي وبيسهروا في المنطقه طبعا علشان اذا كان تخليص شؤون اللاعبين او تنظيم المسابقات، ولكن طبعا مش عارفين ايه اللي بيحصل. اعتذارات كثيره من معظم الانديه، والسبب الرئيسي عربه الاسعاف. طبعا عربه الاسعاف طبعا لا نقلل من اهميه وجودها طبعا لتنقذ مريض او تنقذ مصاب، ولكن المورد والموارد داخل الانديه قليله جدا، منعدمه جدا، فلازم التكاتف من جميع الجهات، اذا كان وزاره الشباب والرياضه او اذا كان الاتحاد المصري لكره القدم ويمثله منطقه القاهره لكره القدم. يا ريت في طبعا موارد داخله للمنطقه وكذلك موارد في الاتحاد، مساهمه بعض مساهمه ماليه من قبل الاتحاد لمعظم الانديه، لان طبعا المسابقات طبعا هتبقى ضعيفه جدا جدا جدا. وطبعا ما ينفعش منطقه ذو اهميه وهي منطقه القاهره لكره القدم، ما ينفعش ان المسابقات فيها تبقى ضعيفه، ما يبقاش دوري الناشئين قوي، ما تبقاش في فشل ذريع طبعا، والسبب الرئيسي عربه الاسعاف. ولكن الكل يتكاتف، الكل من اجل المصلحه ومن اجل ابنائنا اللاعبون. نتمنى طبعا اتخاذ قرار يهتم باللاعبين وفي نفس الوقت برضه يكون صالح للانديه، لان الانديه معهاش هتعمل ايه؟ انسحاب مش هروح الماتش. وبالاسف الشديد في عربه الاسعاف اتاخرت، حكم المباراه الغى المباراه طبعا لتخطيه الوقت القانوني. طبعا خلاص الوقت القانوني اللي هو 20 دقيقه بعد زمن المباراه مفيش عربه اسعاف، جت اتلغى المباراه. اللعيبه جايه من انحاء شرق وغرب القاهره وطبعا ومن الاقاليم، والناس مشيت والحكام مشيت من هنا والاسعاف جت. الاسعاف يا جماعه بتكون في طوارئ، في طوارئ، في طبعا في ظل الوباء المنتشر حاليا وهو وباء الكورونا. طبعا الاسعافات موجوده داخل المناطق، يا ريت نلاقي حل بديل اقرارات على الانديه في عربه مجهزه مثلا تحت اي مسمى جمعيه شرعيه، ولكن الاسعاف حاليا معلش في اولويات في لا قدر الله حادثه على الطريق، او لا قدر الله في شخص مريض او في مصاب بالكورونا، انه الاولى هروح اامن ملعب ولا اروح؟ طبعا لا نقلل، بنكرر لا طبعا بنكرر اهوت، لا نقلل من اهميه وجود عربه الاسعاف داخل الملاعب، ولكن الاتحاد المصري لكره القدم لازم يبقى فيه حل، وبالاخص منطقه القاهره لكره القدم. وكل الشكر تقدير لجميع موظفي الاتحاد المصري لكرة القدم وبالخاص منطقة القاهرة لكرة القدم، ولكن في حل أمثل، يا ريت الكل يتكاتف من أجل نجاح مسابقات الناشئين. طبعا في قرار صدر من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الناشئين، طبعا هذا القرار طبعا الاكتفاء بالدور الأول فقط هذا الموسم، ما فيش دوري من دورين، ولكن دور واحد فقط. ف
في ظل الأجواء وظل انتشار الفيروس الكورونا. وإن شاء الله بإذن الله طبعا هنشوف، ولكن في بس علامة استفهام، أنت قررت أن جميع مسابقات الناشئين دور واحد، استثنيت دور الجمهورية للناشئين من دورين. طب لإيه السبب؟ هي كورونا هتيجي هنا ومش هتيجي ومش هتروح للدور الممتاز ولا كابتن بيبو؟ يعني المفروض أنا استثنيت، ما استثناش حد في ظل الظروف اللي احنا فيها، دوات لاعبين ودوات لاعبين وما فيش فرق ما بين ده وما فيش فرق ما بين ده، ولكن الفرق ما هو إلا مسميات الدرجات. كابتن بيبو كلمني كده عن قطاع الناشئين بنادي الزهراء الرياضي، وكذلك المدربين ورؤساء القطاع، والوضع ماشي ازاي على ما يرام، والتدريب شغال؟ والله احنا شايفين طبعا اهتمام كويس جدا من الكابتن احمد ودار بوجوده، طبعا ده حاجه قيمه جدا. عارف طبعا كل المدربين شغال ازاي، طبعا المدير الفني للقطاع كابتن اسامه حسن، تمام، ده طبعا اضافه قويه لنا جدا كخبره رياضيه من يعني المدربين الكبار جدا اللي عندهم فكر كروي، بيكون عارف الدنيا ماشيه ازاي. كل المدربين كلها طبعا شغاله على اجمل وجه، طبعا كل الفرق استعدت طبعا للبطولات اللي جايه، كل الفرق كلها الحمد لله بدا بشكل كويس. القطاع طبعا موفر كل حاجه للمدربين، وده حاجه كويسه جدا طبعا بوجودك طبعا يا كابتن احمد، ان حضرتك طبعا موفر للمدربين الاكفاء للعيبه. المدربين ماشيين طبعا بسيستم ببرامج تدريبيه كويسه للعيبه، عشان طبعا ده كله يقدر يصنع لعيب كويس من خلال البرنامج التدريبي اللي المدرب يحطه طبعا. ويمكن الكابتن اسامه طبعا عنده الحته الفنيه اللي بيكمل بيها، لو شاف اي نقص مع المدرب هيقدر يقول له لا ده ايه وممكن نضيف ايه للعيب. فمن خلال هذا الكلام ان احنا بنضيف عشان المستوى اللعيب بعد طبعا الخطوه اللي خدها من القطاع نادي الزرقاء ممتاز به، يقدر بعد كده يروح فين من الشغل الفني المدير الفني بيشتغل عليه. وطبعا يعني بنشكر طبعا وجودك كابتن احمد، اضافه جميله طبعا في القطاع، ان انت يعني بتضيف للمدربين الحراس مدرب كويس، مدربين البراعم مدربين تحت كويسين شغالين، مدربين الناشئين على مستوى عالي جدا، فده حاجه كويسه بوجود الكابتن احمد ودار والكابتن اسامه حسن. اكيد طبعا كابتن، ده نجاح لقطاع الزرقاء طبعا لكل المدربين. كابتن صلاح كلمني برضو عن نادي حدائق حلوان وبدايه المباراه ان شاء الله اللي بدات بالفعل، وطبعا ابرز اللاعبين زي ما انت قلت كده، مفيش يعني في لعيبه يعني برزت في المباراتين اللي اتلعبوا دول؟ في محمد اكرم الباك رايت ده يعني، وحازم هاف حازمي حازم صقر هاف شمال مواليد 2003، تمام، 2003 ولا 2004؟ 2003 تمام. وحماده 2002 سيرد باك، تمام، كويس جدا. محمد هاجر 2003 كويس جدا، محمد هاجر 2001 من اللعيبه كويسه جدا. 2001 وهتنسى عشان ده هنا سيستم ماشي، بس هو 2003 مش انا ماشي. ان شاء الله باذن الله كده نلاقي حاجه تليق بينا باذن الله كده. كابتن بيبو، كابتن بيبو اخيرا بتحب تشكر مين في المجال الرياضي؟ بحب نشكر طبعا كل المدربين اللي اضافوا لنا خبرات كبيره جدا في مرحله الناشئين، تمام. يعني طبعا بشكر والدي وبشكر والدتي، بشكر اخواتي كلهم طبعا اللي وقفوا جنبي في الفتره اللي انا كنت بادئ فيها مشوار الكروي. بنشكر طبعا كل المدربين الكبار والافاضل طبعا اللي وقفوا جنبنا. بدايه الحمد لله يعني بشكر طبعا الاستاذ سعد، بشكر الكابتن مجدي الكوتش طبعا مشرف عام النادي الاهلي، تمام. بقدم الشكر طبعا والتقدير للكابتن محمد فهد، الشكر طبعا والتقدير للكابتن محمد شعله اللي له فضل طبعا بعد ربنا، يعني ربنا يقدمه السلامه طبعا في السعوديه ان شاء الله. ده من المدربين يعني اللي له بصمه كبيره جدا، الكابتن مصطفى الحاج، الكابتن محمد سلام، كل طبعا الناس الافاضل اللي احنا طبعا ما ننساش فضلهم علينا يا كابتن حبيبي. كابتن انت من شخصيات محترمه كابتن بيبو. كابتن صلاح بقى حابب تشكر مين في هذا المجال؟ ربنا طبعا عز وجل الاول، ثم امي وابويا طبعا دول، تمام، عندي الله يرحمهم. بشكر الكابتن سعد البواب على وقفته جنبي، تمام، في كل حاجه. بشكر الكابتن علي السعيد رحمه الله عليه،
كابتن علي على وقفته جنبي ومصر. هو السبب في صلاح واسم صلاح بعد ربنا، هو والكابتن سعد ربنا يديله الصحه. بشكر كل الناس اللي واقفه جنب مني، بشكر حضرتك، بشكر الناس كلها المحترمه اللي ساعدتني لو بكلمه لو بدعاء. ربنا يبارك فيك كده كويس، انسان محترم كابتن. طبعا هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، طبعا فقره مواهب على الطريق واللاعبون المميزون، اللاعبين الجيدين في هذه الفقره اللاعب احمد طارق واللاعب محمد اكرم محمد واللاعب محمد صايم. هنطلع لفاصل ونستقبل اللاعبون الجيدين. ورجعنا لكم تاني طبعا، وانضم الي في فقره مواهب على الطريق طبعا لاعبين جيدين من قطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان. طبعا معايا اللاعب محمد الصايم مواليد 2003. اهلا استاذ محمد. اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. ومعايا اللاعب محمد احمد طارق مواليد 2001 بنادي حدائق حلوان. اهلا وسهلا كابتن. مواليد 2001 فعلا؟ لا 99 كابتن. ومعايا اللاعب محمد اخر مواليد 2002 لاعب نادي حدائق حلوان. الحمد لله تمام. طبعا قطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان قطاع مستحدث هذا الموسم، طبعا بيشارك بجميع المراحل السنيه المختلفه والفريق الاول بمنطقه القاهره لكره القدم. طبعا احنا بنكن كل الشكر والتقدير لمنطقه القاهره ولا نقلل من كفاءه موظفيها، ولكن لازما حل يرضي جميع الاطراف عشان الاعتذارات الكثيره، وطبعا اكثر من 12 مباراه او 15 مباراه تم الغائها بالفعل من قبل الحكام، لان طبعا قرار الحكم واخده تمام بينفذه وتعليمات بينفذها الحكم، ولكن التريث في اتخاذ القرار، لان ما ينفعش الفريق يروح يدفع بدلات حكام يؤجر ملعب وبناء عليه يتم الغاء المباراه واللعيبه جايه من اخر الدنيا. في اعتبارات ان اللاعب ده سايب مصالحه في ظل الاجواء المحيطه به من فيروس كورونا، من ضغوط دراسه ما بيروحهاش او دروس الخ الخ، وجاي من سفر اذا كان من الاقاليم او من كان من القاهره وسايب يعني دروسه. في اعتبارات كثيره، ولكن الغاء المباراه للناشئين بتعمل احباط معنوي للاعب، اما يكون عنده جاهز وفرحان انه رايح يلعب مباراه والاتحاد المصري او حكم المباراه يلغي المباراه لعدم وجود سياره الاسعاف. طيب في حل مثلا يرضي جميع الاطراف، ان مثلا اقرار من قبل النادي ان مسؤول مسؤوليه تامه عن سلامه وتامين اللاعبين والحكام. يا ان شاء الله نتمنى كده، ان شاء الله المسابقات تكتمل على خير ومنطقه القاهره قادره ان شاء الله تنجح مسابقات الناشئين بقياده طبعا الاستاذ او الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي للمنطقه. معي الكابتن وجدي علوة مراسلنا من محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بيك يا كابتن احمد، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام وعلى ضيوفك مواهب المستقبل اللي بنتمنى باذن الله نشوفهم في المستقبل نجوم كبار ان شاء الله. كابتن وجدي، عايز اتكلم عن طبعا القسم الثالث قبل ما ابدا نتائج القسم الثاني، عايز اتكلم عن القسم الثالث وبالاخص طبعا المجموعه العاشره اللي بتضم انديه الشرقيه والدلتا. كلمني سريعا كده عن النتائج والمتصدر بالنسبه للمجموعه العاشره. طبعا كابتن احمد انت بتدي اهتمام كبير لانديه القسم الثاني والقسم الثالث، ولكن بالاخص انديه الشرقيه، لان محافظه الشرقيه تعتبر يمكن المحافظه الوحيده او من المحافظات القليله اللي ما فيش فريق فيها متواجد في الممتاز به. تمام. كل فرق محافظه الشرقيه في القسم الثالث والرابع على راسهم طبعا فريق الشرقيه تواجد في القسم الثالث منذ ثلاث مواسم متتاليه. اليوم اقيمت في الاسبوع الرابع من المجموعه العاشره، المجموعه العاشره اللي بيتنظمها منطقه الشرقيه لكره القدم تضم انديه الشرقيه والمنوفيه والاليوبيه. نادي الشرقيه تمكن اليوم من الفوز خارج ملعبه على منوف بهدفين مقابل لا شيء، وفريق عرب الرمل وميت خلف فريقين من انديه المنوفيه تعادل سلبي بدون اهداف. ابو كبير تمكن من الفوز على ابو حماد بثلاث اهداف مقابل هدف، وشباب بطا خسر على ملعبه نال الخساره من
نادي فاقوس هدف مقابل لا شيء لفاقوس. ميت خاقان فاز على نادي جرب بهدفين مقابل لا شيء. ونادي بلبيس فاز على غازي شبين بهدف مقابل لا شيء. ترتيب كابتن احمد نادي الشرقيه العلامه الكامله برصيد 12 نقطه من 4 مباريات بقياده المدير الفني الدكتور مصطفى زكي. ويمكن كل الجماهير الشرقيه متفائله خير بعوده الفريق مره اخرى الممتاز به ان شاء الله مع الانتصارات المتتاليه. نادي شباب تلا احد انديه المنوفيه برصيد 10 نقاط في المركز الثاني. ونادي فاقوس بتسع نقاط في المركز الثالث. نادي بلبيس 8 نقاط، دول الرباعي اللي في المقدمه. وفي الاخر في فريقين للاسف، فريق بلد الزعيم احمد عرابي هريه رزنا، مركز شباب عرابي بدون رصيد من النقاط ولعب 3 مباريات، غير في كل مباراه مدير فني بواقع مدير فني لكل مباراه. ده بخصوص القسم الثالث يا كابتن. وفي القسم الرابع في الشرقيه ان شاء الله البدايه تكون يوم الجمعه القادم. 9 فرق في المجموعه الثانيه هتبدا مباراتها الجمعه القادمه. والجمعه 1 يناير 2021 هيكون مباريات المجموعه الاولى، هتبقى 8 فرق، وهيصعد اول واول من كل مجموعه لتحديد بطل الشرقيه اللي هو هيصعد لدوري القسم الثالث. يمكن ابرز فرق القسم الرابع كابتن احمد في الشرقيه مركز شباب كفر صقر اللي بيضم مدير فني من نجوم الكره المصريه في التسعينات كابتن ايمن مشالي، هو مدير فني لمركز شباب كفر صقر. وفي عندنا مركز شباب فاقوش والعنايات ونادي الرواد وشباب من القمح، دي ابرز فرق الشرقيه. في سلبيه وحيده عندنا في الشرقيه هذا الاسبوع يا كابتن احمد، مركز شباب الحسنيه كان في مشكله ان الشرطه استدعت وكيل مدير اداره شباب الحسنيه هشام اسماعيل، استدعى الشرطه لمجلس الاداره السابق واعضاء الجمعيه العموميه وقال لهم ان في قرار حل وحرر لهم محضر وفي مشاكل هناك في الحسنيه. نتمنى باذن الله ان مراكز الشباب والانديه والهيئات الرياضيه تدار بعيدا عن المشاكل. وباذن الله عندنا يوم الجمعه كابتن احمد بعد غد في الشرقيه هنا نهايه اكبر دوره في الشرقيه، دوره المرحوم وجيه ليوة اللي احنا بندعوك هنا على الهواء في قريه العوازقه تكون متواجد معانا انت واسره البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله كابتن احمد ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوه مراسلنا من محافظه الشرقيه. طبعا هنعود طبعا للاعبنا المميزين اللاعب محمد صايم. محمد صايم انت بدات فين كلاعب؟ بدات في نادي مصر المقص. يعني لعبت في مصر المقص. كان مين اللي بيمرنك ساعتها؟ كان بيمرن الكابتن عبد الستار وائل. دي كان بدايتك؟ كانت بدايتي. لعبت كام سنه هناك؟ قعدت بالظبط سنه ونص سنه. وبعدين واحد من بلدي عرفنا على الكابتن محمد بيبو، وصلني للكابتن محمد نبوي نادي الزرقاء. تمام، يقول لي كده محمد اكرم بدايتك كانت فين؟ انا بدايتي كانت في نادي الامير عندنا. نادي الامير وبعد كده عرفني يعني الكابتن شحته نادي الزرقاء برضه. وبعدها جيت على حاجه حلوه يعني الكابتن شحته برضه هو اللي جاب. انت محمد اكرم من اللعيبه الجيده اللعيبه المميزه ان شاء الله، مركزك ايه كده يا محمد اكرم؟ انا كنت بلعب هاف والكابتن صلاح خلاني العب باك. تمام، قول لي احمد عطار كده يعني بدايتك كانت فين؟ انا كنت في ناشئين مصر يا كابتن، اكاديميه ناشئين مصر. تمام. كان ماسكني الكابتن محمد بيبو. يعني انت بدات في ناشئين مصر؟ بدات في ناشئين مصر قبل كده. انت 99؟ كنت 99 كنت بلعب مع كده. مركزك ايه بقى احمد؟ بلعب وينج، وينج شمال. هاف شمال. لعيبه كويسه بقى وان شاء الله نبقى ليك حاجه كويسه كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا النتائج الممتاز به بالنسبه للمجموعه الاولى وهي مجموعه الصعيد، طبعا الدخان يتعادل مع كيما اسوان بهدفين لكل منهما، والالمونيوم يفوز على بترول اسود بهدف نظيف، والتليفونات بني سويف وسوهاج، فوز سوهاج على تليفونات بني سويف بهدف نظيف ايضا، اسمنت اسود وبني سويف تعادل ايجابي لكل منهما بهدف، المنيا والفيوم، الفيوم الحصان الاسود في هذه المجموعه، طبعا فوز الفيوم على المنيا في المنيا بهدف نظيف، شبان قنا والاعلاميين تعادل سلبي 0-0، سمسطة وديروت فوز ديروت 2-0، وطهطا يفوز على قنا بهدفين مقابل هدف. ان شاء الله باذن الله غدا مباريات المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثة بإذن الله، مجموعة بحري ومجموعة القاهرة. يا ريت نعرض صور هذا الأسبوع.
طبعا اللاعب الجيد اللاعب اسلام اسماعيل مساك مواليد 2003 لاعب نادي الاسيوطي السابق اللي انضم حديثا لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. طبعا البقاء لله في وفاة الكابتن محمد فايز نجم المحلة والمدير الفني لنادي ألعاب دمنهور السابق الذي وافته المنية اليوم، إن شاء الله بإذن الله يكون من أهل الجنة كده وسائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة إن شاء الله. طبعا فريق ال 2004 بقياده الكابتن احمد حمد طبعا بنادي حدائق حلوان يتعادل مع نادي مدينه نصر في على ملعب نادي مدينه نصر بهدف لكل منهما وادوا مباراه جيده كانوا فايزين حتى الدقيقه الاخيره من زمن المباراه. الكابتن حاتم طبعا المدير الفني كابتن حاتم الكومه المدير الفني لمواليد 2003 بنادي الزرقاء الرياضي اللي عامل طفره كويسه وفاز اول مباراه. ده اللاعب برضه اسلام اسماعيل مساك 2003 اللي انضم لنادي الزرقاء الرياضي. ده فريق ال 2003 الفائز في مباراته الاولى في الدوري على نادي الروضه باربعه اهداف مقابل ثلاثه بقياده الكابتن حاتم الكوني. لعيبه جيده لعيبه مميزه للقطاع. ده فريق ال 2009 بنادي حدائق حلوان اللي فاز في مباراته الاولى على نادي الخالدين بخمسه اهداف مقابل لا شيء. طبعا ده قرار الاتحاد المصري لكره القدم الاكتفاء بالدور الاول فقط لجميع مسابقات دوري الناشئين باستثناء أندية دوري الجمهورية الممتاز ألف. ده فريق ال 2004 بنادي الزرقاء الرياضي بقيادة برضه الكابتن أحمد حمد. اللاعب أحمد سيسون مواليد 2001 المنضم حديثا لنادي الزرقاء الرياضي وده طبعا استاد نادي الزرقاء الرياضي الموجود في مدينة الزرقاء. أحمد سيسون لعيب كويس جدا بيلعب وسط مهاجم من اللاعبين المميزين في القطاع. ده فريق ال 2009 الفائز في مباراته اول امس في بطوله الدوري. ده برضو احنا قلنا ال 2004 وال 2003 بنادي الزرقاء الرياضي. فريق ال 2004 من الفرق المميزه والممتازه بالنادي. ده فريق 2007 تمكن بالفوز على نادي النصر للصلب طبعا فريق جاي جدا نادي حدائق حلوان. طبعا هو نادي الزرقاء ولكن واخدين اسم نادي حدائق حلوان عشان يلعبوا في منطقة القاهرة. فازوا في أول مباراة على نادي النصر للصلب. ده فريق 2003 بتاع نادي الزرقاء الرياضي. من مجموعة لعيبة مميزين مجموعة لعيبة جيدين وإن شاء الله كده نشوفه إن شاء الله لاعبين في الدوري الممتاز. اللاعب طبعا الجميل لاعب فارس مدني مواليد 2005 المنضم لنادي حدائق حلوان لهذا الموسم. واللاعب محمود علاء مواليد 2004 المنضم حديثا لقطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان. طبعا ربنا يكرم كده بالنسبه لقطاعات الناشئين ان شاء الله والمسابقات تستمر. ولكن يعني علامه استفهام بكررها ان طبعا الاتحاد المصري لكره القدم يستثنى الدوري الممتاز. ايه حتى فشل المسابقات طب ما زيه زي بقيه الاقسام. ولكن انت بتقول سلامه اللاعبين وعشان الفيروس ولازم نكتفي ونضغط المباراه او نكتفي بدور واحد طبعا ما المعامله بالمثل ما دوت اولادنا برضه. ولكن ان شاء الله باذن الله تسير الامور على الشكل الصحيح. طبعا بنهنئ وبنبارك الكابتن احمد مجاهد طبعا برئاسته مجلس الاتحاد المصري لكره القدم. قول لي كده يا احمد يا طارق بالنسبه لبدايتك كانت في نادي ناشئين مصر وانضميت حديثا لنادي حدائق حلوان. عندك مباراه بكره ان شاء الله؟ بكره ان شاء الله. جاهزين للمباراه مع مين؟ جاهزين. مع الكهرباء؟ مع الكهرباء. ربنا يوفقك. مع الكهرباء. ربنا يوفقك كده. مين يا رب؟ انا من سوهاج. سوهاج. مين من سوهاج انت بقى؟ انا بضومة. يا اهلا وسهلا. محمد وراك انت بس قاعد هنا مقيم في القاهره قاعد في القاهره جيزة ان شاء الله. محمد اكرم قول لي كده جاهز للمباراه غدا ان شاء الله؟ ان شاء الله.
هتحققوا نتيجه كويسه ولا ايه؟ ان شاء الله خير. ولا اسلخ ان شاء الله خير. قول لمحمد الصايم كده يعني جاهزين ان شاء الله؟ ان شاء الله جاهزين في اي وقت. عايزين نسمعوا بقى نتائج جيده كده باذن الله وحاجه كويسه تليق بيكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بس انا مش هلعب بكره. ان شاء الله باذن الله. قول لي احمد الطارق كده يعني انت حاطط في النادي مثلا كمحطه اللي انت كابتن طبعا في حاجه كويسه ان شاء الله؟ ان شاء الله يا كابتن حاطط في محطه كويسه ان شاء الله. مركزك في الملعب بقى؟ بلعب وينج شمال برضه هاف شمال زي ما انت قلتلي. محمد اكرم برضه هاف شمال وبلعب ديفندر برضه بتلعب في كذا مكان يعني بتلعب باك ريت يعني بتلعب باك ريت وانت محمد صح؟ باك ليفت باك ليفت طبعا عايزين نستعرض بس طبعا مجموعه القاهره ويتصدرها في الممتاز به ويتصدرها نادي الزرق الرياضي طبعا ومتبقي لها مباراه مع نادي طنطا المؤجله لدواعي امنيه طبعا الزرق في المقدمه برصيد طبعا 7 نقاط وعنده مواجهه غدا ان شاء الله مع نادي بورتو سويس بالسويس وكل التوفيق لنادي الزرق الفريق الاول باذن الله وما زال متصدرا المجموعه الثانيه سيرس الليان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ايضا وبتروجيت في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ومنتخب السويس برصيد 6 نقاط ايضا في المركز الرابع والترسانه في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا وبورتو السويس في المركز السادس برصيد 6 نقاط ونادي النص والقناه في المركز السابع والمركز السامي. طبعا بكره ان شاء الله باذن الله بدايه هذا الاسبوع للدوري الممتاز به ان شاء الله. بالنسبه للقسم الثالث، القسم الثالث طبعا بدا في اسبوعه الرابع واهم النتائج سريعا كده المعادي يفوز على جلدي بهدفين مقابل الهدف والصيد يتعادل مع المصريه للاتصالات بدون اهداف. وبشيل يتعادل مع جينيوس بهدف لكل منهما ومستقبل وطن واكتوبر يتعادلان بهدفين لكل منهما والصف وحلوان العام تعادل ايجابي بهدف لكل منهما واوسيم وابو النمرس فوز ابو النمرس على اوسيم ب4 اهداف مقابل لا شيء والعياط تفوز على البدرشين ب3 اهداف ونادي القومي وكسكاده يتعادلان بهدف لكل منهما. اما المجموعه السادسه اللي هي مجموعة طبعا القاهرة والأليوبية طبعا فوز نادي البلاستيك عامل نتائج كويسة تعادل هذا الأسبوع مع نادي مصر للتأمين ونادي إسكو يفوز على بهتيم بهدفين نظيفين وبنها يفوز على الشمس ب4 أهداف مقابل هدفين وطبعا قليوب طبعا أليوب فازت عاملة شغل كويس أليوب صراحة بس برغم خسارتها من الشرطة هذا الأسبوع والمرج تفوز على ايرس بورتو بهدفين نظيفين والمازه تفوز على صلاح القبه بهدفين والعبور والغابه تعادل ايجابي وطوخ والاميريه تعادل سلبي. قول لي كده محمد الصايم كده قطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان يعني حاجه كويسه كده وشغالين كويس تمام والتمرينات والمباريات تمرين كويسه مع الكابتن رأفت الحمد لله وكابتن صلاح وكابتن طارق الحمد لله مدير فني تمام ولعبه كويسه وان شاء الله خير ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله منهم خير. يقول لي احمد طارق كده يعني انتوا مستعدين كده للمباراه الغد كده وابرز اللاعبين زمايلك بقى المميزين بقى. ان شاء الله نعمل حاجه كويسه بكره. ابرز اللاعبين محمد سعيد معانا في الفرقه محمد احمد يعني لعيبه كويسه لعيبه كويسه ان شاء الله تحققوا لنا اول فوز ان شاء الله غدا باذن الله ان شاء الله بكره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده. قول لمحمد اكرم كده برضه يعني بالنسبه للزمالك انت مواليد 2002 متصاعد 99 2002 اهو بلعب اول ماتش ليا بكره مع 99 ان شاء الله يعني انت لعبت مع 2001 وهتلعب بكره مع 99 يعني انت متصاعد حاجه كويسه طبعا الحمد لله ربنا يوفقك كده. قول لي يا محمد اصيم كده يعني حابب تشكر مين بقى في المجال؟ حابب اشكر الكابتن رأفت والكابتن صلاح تأولهم طبعا حبيبي كابتن احمد والكابتن طارق واي كابتن حاول يساعدني والحمد لله على كل حال ان وصلي لنادي حضرتك حلوان تمام وان شاء الله خير في اللي جاي باذن الله حبيبي حبيبي محمد. قول لي كده احمد طارق كده انت حابب تشكر مين بقى في هذا المجال؟ اشكر والدي ووالدتي وعمامي عم حسن الكبير والمدربين ربنا يديله الصحه كابتن رأفت طبعا تمام ربنا ومين تاني المدربين؟ ومدربين كابتن رافض وكابتن اسامه ونشكر الست بس الله يرحمها ماشي الله يرحمها يا رب. محمد اكرم بقى حابب تشكر مين بقى في المجال؟ انا بشكر والدي برضه ووالدتي
واصحابي وحسام كابتن وحسام ابو انس كابتن صلاح اوران كابتن طارق وان شاء الله كابتن شحته كابتن والكابتن شحته لسه اقول لك انا مستني انت تخلص بس الاولهم كابتن شحته اولهم الاول كابتن احمد شحته وكابتن صلاح ان شاء الله ان شاء الله كده نشوفه حاجه كويسه ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر اللاعبين الجيدين لاعبي نادي حدائق حلوان وطبعا بنوه ان شاء الله باذن الله ان يا ريت منطقه القاهره منطقة اسكندرية يبقى المعاملة بالمثل منطقة الاسكندرية لكرة القدم مفيش الزام الاندية بعربة الاسعاف المسابقات شغالة منتظمة ناجحة بكل المقاييس في اسبوع الخامس في منطقة الاسكندرية بدون اي الغاء اي مباراة الدوري منتظم بشكل جيد مفيش انسحابات فرق او اعتذارات فرق اخرى الدوري مقام في شكله جيد وحاجة كويسة ولفتة كويسة من منطقة الاسكندرية ولكن منطقة القاهرة هي الاهم منطقة القاهرة هي الام منطقة القاهرة هي اللي بتفرز المسابقات الجيدة والمسابقات المميزة للناشئين ان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم وفي تمام الساعة 11 من مسائه وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.